معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن ماهر الكنزاري المدير الفني الأسبق لنادي الترجي التونسي. يا فندم مساء الخير على حضرتك، مشرفنا ومنورنا على في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. مساء الخير كابتن كريم، وتحية لجميع المشاهدين وتحية رياضية ليك بالخصوص. شرف لينا كبير يا فندم تواجدك معانا. عايز أسألك عن رأيك وتوقعاتك لهذه المواجهة الكبيرة اللي بتجمع الكبيرين الأهلي والترجي إن شاء الله يوم الجمعة القادمة. أكيد يعني المواجهة بتكون مواجهة كبيرة بين فريقين كبيرين في منافسة كبيرة في دور متقدم جدا، دور النصف النهائي. فريقين متعودين على المباريات الكبرى، فريقين عندهم تقاليد كبيره على مستوى القاره الافريقيه. ما فماش اهميه كبيره ربما للفورمه الحاليه للفريق هذا او للفريق هذا. الفريقين ولو هم الاثنين ما همش في احسن حالاتهم، ربما الاهلي تحسن نوعا ما في الاسبوعين الاخيرين، لكن ما هوش في احسن حالاته من بدايه الموسم. نفس الشيء بالنسبه للترجي، لكن يقعدوا فريق هو حضرتك حضرتك كابتن ماهر ويلعبوا المباريات الكبيره. حضرتك شايف انه الاهلي مش في افضل، حضرتك شايف انه الاهلي مش في افضل احواله دلوقتي؟ لا دلوقتي لا، قلت لك في الاسبوعين ثلاث اسابيع الاخيره من مباراه الهلال السوداني في مصر، الاهلي تحول واصبح فريق اللي معود عليه، لكن قلت من بدايه الموسم صحيح ما كانش في مستواه التوب على طول، يعني ما كانش الاهلي اللي نعرفوه على مدى العشر مباريات وعلى ال 15 مباراه اللي اداها بشكل كبير. صحيح. نفس الشيء بالنسبه للترجي، يعني الفريقين الاهلي في المده الاخيره الفورمة احسن من المردود الجماعي بتاع النادي الاهلي، احسن من المردود الجماعي بتاع النادي الترجي في المده الاخيره، لكن الفريقين كما اسلف القول كما قلت انت من بدايه معناتها الحديث نتاعك، كما قلت في بدايه الحديث نتاعي، الفريقين كبار، الفريقين يعرف يلعب الادوار المتقدمه، والنتيجه بتتلعب اكيد على مجموعه المباراتين، مش تكون مباراه صعبه في تونس ومباراة صعبة في القاهرة على الفريقين، والفريق اللي باش يكون أكثر جاهزة هي الفريق اللي باش يستغل أكثر أغلاط منافسه هو اللي باش يقتطع تذكرة العبور للنهائي. طيب كابتن ماهر في رأيك، لكن في رأيك لماذا تراجع أداء الترجي في المباريات الأخيرة والأسابيع الأخيرة؟ والله عدة أسباب كابتن كريم، فما أهم سبب وسبب رئيسي هو بعض الاصابات المؤثره في الفريق، الفريق خارج من ريتم كبير نتاع مباريات، معناتها في نفس صغير من الوقت، يعني ثم ارهاق، ثم لاعبين مصابين، ثم نتائج ما كانتش تشجع الاطار الفني انه يريح بعض اللاعبين او يعطي اكثر مجال للراحه للاعبين على اساس انهم يسترجعوا انفسهم. اصابات كذلك، معناتها الاصابات كانت مؤثره في لاعبين مؤثرين خصوصا على المستوى الهجومي. لكن الترجي قوي باللي يحفظ، الاهلي قوي باللي يحفظ. كما قلت لك الفانيلتين كما يقولوا زان، الفريقين كبار، الدور متقدم، المباراتين باش يكونوا مباراتين كبار. وغالط اللي يعتقد ان الترجي في المده الاخيره ضعيف مقارنه بالاهلي، والعكس بالعكس، وغالط اللي يقول الاهلي ماهوش في التوب بتاعه وباش تكون مباراه يعني سهله نوعا ما. طيب شايف مدى تاثير غياب جماهير الترجي عن هذه المواجهه المسانده المعتاده من جماهير الترجي للترجي بسبب قرار الكاف، تاثير ده على الفريق هيكون عامل ازاي؟ أكيد باش يكون عنده تأثير سلبي، يعني الترجي فريق جمهوري أكيد دافع كبير خصوصا في المباريات الكبيرة كيما هذه، باش يخلي مكانه، باش يكون ثم عنصر ناقص في مباراة تونس مقارنة بمباراة القاهرة. مباراة القاهرة باش تكون بالجماهير، ومباراة تونس باش تكون غير جماهير، يعني الترجي باش يكون فاقد
يعني عنصر اساسي كان ينجم يعاونه انه يؤدي مباريات احسن ما يمشي عليها. يعني في الحالات الكل الجماهير تخلي مكانها وتاثر على الفريق على الفريق نتاعها وتاثر على الفريق المنافس. بقينا يعني الفريق الاهلي كما قلت لك الجماهير اوكي عندها امباكت وعندها اهميه، لكن الفريقين كبار العوامل الخارجيه هل تتوقع المؤثره لكن ماهيش مؤثره على مستوى كبير. هل تتوقع انه مباراه الذهاب تحسم صعود احد الفريقين قبل مباراه العوده، ولا الحسم يؤجل لمباراه العوده؟ الاكيد لا، الاكيد حسب رايي وحسب خبرتي المتواضعه اعتقد ان الترشح باش يكون في مباراه القاهره، يعني مباراه تونس مهما كانت النتيجه ماهيش باش تكون نتيجه تاهل اي فريق على الثاني. لو فاز الترجي اكيد مش باش يفوز مباراه بنتيجه كبيره، لو لا قدر الله كتونس يقول فاز الاهلي مش باش يفوز بنتيجه كبيره، باش تكون المباراه الحاسمه هي في القاهره. مباراه تونس باش تكون مهمه، باش تكون تسهل نوعا ما لاي فريق المباراه الثانيه، هذا اكيد. يعني انا نقول انه الفرق الحين لازمين منطلقين 50% 50%، بعد مباراه تونس باش يكون فما 60% 40% الفريق من الفريقين، يعني اللي باش ياخذ ادفانتج او مباراه مثلا تعادل او ما لو فاز الترجي باش يكون في القاهره 60% للترجي 40 للاهلي. مفهوم. لو فاز الاهلي او تعادل او تعادل الاهلي باش يكون العكس، يعني في النسبه نتاع. طب لو سالتك عن توقعاتك لطرفي نهائي دوري ابطال افريقيا هذا العام. والله انا كنت طبعا باش نقول لك الترجي وسان داون. الترجي وسان داون. انت شايف الترجي وسان داون؟ نقول لك حاجه اللي بشي ترشح من الترجي والاهلي ناكد لك ما ناكدكش، لكن عنده نسبه كبيره انه هو يفوز باللقب. حتى مع قوه سان داونز الكبيره جدا هذا الموسم؟ حتى مع قوه سان داونز. حتى مع قوه سان داونز. الفريقين هذوما هم غير مدريد اوروبا. اي فريق باش يروح للنهائي باذن الله باش يفوز. كابتن ماهر كنزاري حقيقي شرفتني ونورتني، مدير فني الاسبق لنادي الترجي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه التي كان بها الكثير من الاراء المميزه جدا، بشكرك شكرا جزيلا.